السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي مشروع فيه إعدادات كويسة ومشروع تاني الإعدادات اللي فيه فيها مشاكل، فأنا أقدر أنقل الإعدادات الكويسة للملف اللي الإعدادات فيه مشاكل. أعمل إيه؟ أول حاجة أروح للملف اللي فيه مشاكل، تمام، وأروح لكارت مانج وأقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد. أكون واقف في الملف اللي فيه مشاكل، الإعدادات اللي فيه مش مظبوطة أو مش عجباني، وأقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد، وأكون فاتح التاني جنبيه، يبقى الاتنين مفتوحين مع بعض في نفس ملف الريفت، وأقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد. هيبدأ يشوف الملف التاني ويبدأ يقول لي إيه الحاجات اللي أنا أقدر أنقلها الملف التاني. ممكن تقول له أوكي كده هينقل كله، أو أبدأ أنا أختار الحاجات اللي أنا عايزها، مثلا color fill scheme دي خلاص أنا عملتها مظبوط فأقدر أسحبها من هناك. ممكن الفلاتر، يعني انا عجباني الفلاتر هناك عملتها مظبوط، طب عايز انقلها هنا ازاي؟ اخد الكوبي، ازاي اخد جوه الفلتر واقول له كوبي من خلال التصفير بروجكت ستاندرد. فهو هنا مش بين الشغل بين الاعدادات بس، تمام، الرامب طيب، الريلينج طيب، وهكذا. اقول له اوكي، اه بيقول له لما جه ينقل لا في بعض الحاجات موجوده بنفس الاسم هنا وهنا، فيعمل اوفر رايت ياخد الاعدادات اللي هناك ويظبطها على الاعدادات اللي موجوده عندي، ولا نيو اونلي يعني الحاجات اللي موجوده بنفس الاسم مش هيعدل فيها. اقول له اوفر رايت خلاص، يبقى كل الاعدادات اللي كانت موجوده هناك هو خدها وحطها في الملف بتاعي.